تمام. يعني في الوقت الحالي بتلعب اتحاد انديه ماليش علاقه بالاخطاء بقى اللي بتحصل والمتكرره، لان انت كلمتنا ثقيله جدا على الناس. يعني كلمتنا احنا بتبقى ثقيله جدا على الناس، لكن كلام ثاني بيبقى يا كابتن. الناس طلعت يوم الخميس قالت لك ان الجمعه اجازه، وبعدين الجمعه طلعوا قالوا لا ان الجمعه مش اجازه. انا بتكلم في نفس المسؤولين، نفس المسؤولين على فكره. انا بقول لك بتكلم في الاطار ده. بتكلم في الاطار ده، في الاطار اللي يطلع مثلا يعني ايمن يونس كلامي انا بيبقى محتاج ان انا اتوقف، وكلام واحد ثاني هو كابتن ايمن يونس يقول لك ايه، الدنيا لغتها الحوار، الحياه مبنيه على الحوار. معانا احنا لا ما بنستحملش كلمتين ثلاثه. ده اللي انت بتتكلم فيه. النهارده